professeur, à mon péché, à mon petit frère. Les kalimats ont été à la كل الشكر والتقدير للاعلام للطبيب رشيد الحاضر معنا الذي لا يغيب اي مناسبه شكرا جزيلا اليك استاذ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين القادرين وصحبه الكرام المنتجبين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بدايه اتوجه بالشكر الجزيل الى استاذ الدكتور استاذ الفاضل صديقنا وزميلنا أستاذ عباس بن الكلام على أن جمعنا في هذه الجلسة العلمية الثقافية الأولى من نوعها في الحقيقة والتي نرجو أن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى في كلية الآداب والأدب العربي. وأفضي بالشكر الجزيل إلى اللجنة الأردنية واللجنة العلمية من الأساتذة الدكاترة والأساتذة الباحثين لطلبتنا الأعزاء الذين رفعوه في التحضير لهذه الندوة الثقافية العلمية. أقول ندوة ثقافية العلمية لأنه يمتزج فيها المدرسة الأكاديمي الكلاسي الدقيق بالثقافي المفتوح الذي يتيح للباحث أن يتحدث بالقضية دون أن يتقيد بالبراسيم الكلاسيه المدرسيه التقليديه التي قد تحد من الحريه نوعا ما. لماذا؟ لاننا في جلسه يختلط فيها الابداع مع التنظير مع كذلك مع البحث والتاويل في نصوص ادبيه لزميلين مبدعين استاذين فاضلين زميلي عندنا هم حاضرين بيننا الان. أتوجه بالشكر الجزيل كذلك لجميع الحاضرين هنا أساتذة وطلبة من قسم اللغة والأدب العربي وكذلك من قسم التاريخ والأقسام الأخرى والموجودين بيننا. إذا هذه الندوة التي اختار لها منظمها العنوان الآتي: القصة القصيرة جدا من القصة الرمزية إلى القصة الحكمانية، واختار لهذه الندوة الثقافية اختار لها أن يكون النموذجين التطبيقين لها هما الأعمال الأدبية الإبداعية للأستاذين الفاضلين أستاذ صالح عيلوس وأستاذ عبد الحميد عمرة. إذا الأعمال الأدبية، العمل الأدبي المواصيل والأعمال الأدبية المجموعة القصصية في الفاتحة الأولى وبقورة أعمال أستاذنا الفاضل أستاذ صالح عيلوس هي تواصيل وأراد أن يؤسس فيها لنوع جديد لا أقل من السابق إنما من حيث المضمون ومن حيث الأدوات لنمط جديد في القصة القصير جدا وهو القصة الأبدية العفنية. وأستاذ عبد الحميد عمران معروف وهو قاسم كتب في القصة القصيرة منذ الحقيقة هو من الثمانينيات إلى الآن وهو معروف في الحقل الأدبي مبدعا وباحثا في التاريخ له مجموعة من الكتب في التاريخ ومبدعا خاصة له مجموعات قصصية كثيرة. كما أشار الأستاذ عباس بن يحيى أنه تداولها الباحثون في أطروحاتهم طريق التراب وفي الماجستير إلى غير ذلك نماذج منها. كذلك هو جرب في القصة القصيرة وجرب كذلك في القصة القصيرة جدا أو أولاد سمية كثيرة ربما الأساتذة الباحثين سيضبطونها ويضبطون المصطلح هي قصة روندا قصة فلاش قصة قصيرة جدا للحقيقة أنها موجودة في موجودة في الأدب العربي الحديث منذ أن يعني الحق الذي برز فيها هو الباحثين والدارسين يعرفون زكريا الذي له باع طويل في هذا النوع من النمط القصصي. زكريا مجموعات كثيرة في يسمى القصة المغضة أو قصة القصيرة جدا أو قصة فلاش كما تسمى. أقول أن لها أدباسات في الأدب العربي القديم، من أراد أن يبحث في التراث ليجد أن الأحاديث من دورين قبل أن تكون هناك المقامة هي كذلك تشكو إلى حد ما القصة القصيرة جدا لأنها تحمل فكرة بسيطة في قالب سردي منتهية اللحظة. هذه كذلك موجودة من أراد أن يقرأ في التراث، كذلك ما يسمى في كتب
الافتراض بتكاليف الاعراب. تكاليف الاعراب هي كذلك ومضات سلبيه مبنيه على ما يسمى بالمفارقه في الادب. كذلك هذه تشير الى انه في التراث ما يمكن ان نسميه او نطلق عليه تجاوزا القصه المرضى او القصه القصيره جدا، لان في الاخير هو مبنيه على السلب. ناتي الى بعد ذلك جاء المقامه، ثم بعد المقامه جاءت القصه القصيره وهي غربيه اوروبيه المنشا، ولا نستطيع ان نقول ان المقامه لو كانت اصبحت قصه جديده، لان تلك انماط سرديه اخرى والقصه القصيره هي نمط سردي حديث اخذه العرب بعد ذلك، وبدات المحاولات مع احمد تيمور ومحمود تيمور الى ان وصلت الى الادب الجزائري. في الادب الجزائري من القدماء، يعني القدماء في العصر الحديث، يعني مع تجربه رضا حكم الشهيد احمد رضا حكم. ثم بعد ذلك حتى نضجت السبعينيات، فجاء احمد منور وسعيد بوطاجين وغيرهم. سعيد بوطاجين يبقى يعني في الحقيقه علامه مميزه في سرد القصص القصير والقصير جدا، وفي الاخير له مجموعتين مجموعه في القصه القصيره جدا مبنيه على تستطيع ان تقول ان فيها ما يسمى بالامل الاثري، من اراد ان يقراها مبنيه على الفلسفه الوجوديه، الفلسفه الوجوديه مبنيه على ما يسمى الفلسفه الوجوديه ب العدد الوجودي وليس العدد الاثري بمعنى الاكاديمي الذي يتم اقراءه او غير ذلك. الوجود ضمن حقل الانسانيه التطبيقيه وفي فرق الانسانيه في فرق التعليميه، وانما في المنزع العام وهو المنزع الوجودي، المنزع الوجودي او النزعه الفلسفيه الوجوديه. كانت تجربه رائده جدا، انا ولها البحث هنا في دراستي، ولكن هنا كما اشار الاستاذ الفاسد نحن دائما وانا معه ودائما من اشرفت عليه في مذكرات التخرج ليسونس قبل كم كان ليسونس كلاسيك او الماستر الان او الطلبه الذين اشرفنا عليهم في الدكتوراه، دائما اميل الى جزاره النصوص، دائما اختيار النصوص الجزائري. لماذا؟ لانه بماذا تجاوزنا او سبقنا هذه المشاريع؟ ليس بان هناك نوعيه او نوعيه في ابداعات او تميز، وانما لماذا؟ بالنظر لانك تروج لهذه البضاعه، وفي الاخير يبقى المنتوج الادبي الابداعي عباره عن سلعه، فهذه السلعه تصبح كاسده لا معروفيه لها عندما لا تجد من يتناولها في البحث، من يريد ان فيها مميزه من ابداع من رياده. هذا التميز وهذا الابداع وهذه الرياده هي من اختصاص النقاد، من اختصاص الباحثين. واذا توجه من النصوص التي كما يقال بين قوسين يعني قتلت بحثا، ناتي الى نصوص روائيه ونصوص نصاصيه تناولها الباحثون قبلنا، ونترك النصوص للمبدعين الشباب والمبدعين الجزائريين سواء في الروايه او في القصه او في القصه القصيره جدا او في الشعر الى غير ذلك. اذا لم نتناول هذه الاعمال الابداعيه للمبدعين الجزائريين فاننا لن نؤرخ لاي حركه ادبيه او ابداعيه في الجزائر، ومع وجود المتن الابداعي بكل تنوعاته واجنسيته صح التعبير. انا يعني في رايي ان هناك لا يوجد هناك جنس للابداع، انما هناك عنصر يهيمن في نص ما فنقول هذه قصه، عنصر يهيمن على نص ما فنقول هذه روايه، انما امتزاج العناصر وامتزاج الاجنسه الى ما يسمى بالنص المفتوح، النص المفتوح الذي نجد فيه الفلسفه والسرد والتمثيل والنص وغير ذلك، شعرا وسردا وقصه وروايه. اذا سنتمتع اليوم بمجموعه من المداخلات الاساتذه الفاضل والبرنامج موجود بينكم، وهم اساتذه متخصصون في السرديات وفي تاريخ الجزائر، ثقافه تاريخ الجزائر الابداعي. كذلك سنتمتع بقراءات للاساتذه الاستاذين الفاضلين مجموعه من النصوص التي ربما اختاروها ليقدموها لنا يشرفون بها اسماعنا. وحتى لا اطيل عليكم اعلن عن انطلاق هذه الندوه الثقافيه والادبيه الاكاديميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.